بنصبحكم بالخير من جديد. أيام قليلة بتفصلنا عن العيد والعودة إلى نظام غذائنا الطبيعي. رح نحكي كيف بنقدر ندرب، خلينا نحكي معدتنا شوي شوي على تقبل الأكل بأوقات مختلفة مع أخصائية التغذية رزان شوحات. صباح الخير رزان. صباح الخير دانا، كيف حالك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. ما ضل لرمضان غير يخلص. أيام قليلة، يمكن هلا تعودنا خلال الشهر، أو خلينا نحكي ضلينا نحكي كيف نعود حالنا على الانقطاع تقريبا أكثر من 10 ساعات عن الأكل. هلا بدنا نرجع نتعود كيف بدنا نفطر نتغدى ونتعشى بشكل صحي. أكيد. لو قبل ما نبدا نحكي كيف بدنا نعود حالنا، عديتي لنا تقرير عن فواكه كثير مهمه يمكن شوي غايبه عن سفرتنا ومش كثير بنعرف عنها، لكن مزبوط. هي مفيده كثير، الافوكادو. صحيح، مزبوط دانا. خلينا نشوف مع بعض تقرير رزان عن الافوكادو ورح نرجع نحكي كيف ندرب معدتنا على العوده لنظام غذاء طبيعي. صباح الخير، نحن اليوم رح نحكي عن الأفوكادو. الأفوكادو كتير بنحتار فيها وما بنعرف إذا نحن نصنفها للفواكه أو الخضار أو الدهون. نحن كأخصائيين تغذية بنحط الأفوكادو بركن الدهنيات أو مجموعة الدهون لأنها بتحتوي على كمية دهون عالية. كل حبة أفوكادو تقريبا فيها 300 سعرة حرارية، وهي 300 سعرة حرارية جاي بالأكتر من الدهون. بس ما نزعل كتير لما نعرف أنه كمية الدهون عالية فيها، لأنها دهون مفيدة، هي دهون نباتية وتعتبر نسبة أعلى منها من الدهون أحادية الإشباع اللي هي بتأثر إيجابيا على القلب وأمراض القلب، بتخفف من الإصابة فيهم. بالإضافة لأنه الأفوكادو فيها دهون، فيها كمان 2 جرام من البروتين، عكس مثلا الدهون الثانية زي الزبدة والأنواع الأخرى اللي بتكون محتوية تماما على الدهون. فالأفوكادو بتحتوي على بروتين، بتحتوي كمان على نشويات، تقريبا 9 جرام لكل حبة أفوكادو. بيبقى نحكي كمان إنه الأفوكادو كمان غنية كتير بالألياف اللي نحن بحاجة لإلها. غنية كمان الأفوكادو بالبي كومبلكس، وهاي الفيتامينز كتير ضرورية لإلنا لإنتاج الطاقة والعمليات الأيض. ما ننسى كمان إنه الأفوكادو غنية كتير بفيتامين سي، وكمان فيتامين سي كتير ضروري لجسمنا. بما أنه عرفنا فائدتها وعرفنا قد ايه هي ضرورية لإلنا، وعرفنا أن السعرات الحرارية فيها تقريبا 300 سعرة حرارية، للأشخاص اللي بيحاولوا يحافظوا على وزنهم ما بنقول لهم يبتعدوا عنها أو ما ياخدوها أبدا لأنه هي مفيدة، بس نحن بنقول لهم ياخدوا منها كميات قليلة. واحدة من الاستخدامات اللي نحن ممكن نستفيد فيها من الأفوكادو أنه نعمل فيها دب. هذا الدب ممكن نستعمله مع الخضار والفواكه لما نحن نقدمها لضيوفنا أو حتى لما نحن نتناولها بعد الظهر، فمنكون نحن هون استغنينا عن جزء تاني من أنواع الدب زي مثلا المايونيز اللي سعراته الحرارية عالية وكمان الدهون المشبعة فيه عالية كتير. إذا بدنا نعمل دب من الأفوكادو كتير سهل، مجرد إنه نحن بعد ما نغسل الأفوكادو بنقسمها من النص، بننقي الأفوكادو الطرية أكتر علشان تكون أسهل لإلنا. بس نقسمها من النص، حبة البذرة تبعت الأفوكادو رح تطلع لحالها ونحن بنقدر نقيمها على طول، إما بالمعلقة إذا كانت كتير طرية ونهرسها بالشوكة، أو ممكن إنه نحنا مجرد نبرشها بالمبرشة ونحطها بالصحن هون. بعد ما هرسنا الأفوكادو ممكن نضيف لها عصرة ليمون صغيرة الليمون هون رح يفيدنا أكتر. أول إشي بيفيدنا بيخلي الأفوكادو ما تصير سودا، وكمان بيعطيها نكهة أطيب. هاي واحدة من الدبس اللي احنا ممكن نستعملها او اللي ممكن ناخد فيها الخضار بالعصرونة او بعد الظهر نستعمل فيها الافوكادو. اذا شرينا الافوكادو وما كانت كتير مستوية وكانت لسه يابسة، ممكن نحنا نحطها بكيس من كياس الكرتون ونتركها ليومين ثلاثة على غرفة على درجة حرارة الغرفة وهي بتستوي لحالها وبنقدر نستعملها. اذا كنا قاسمين نص افوكادو وخايفين انها تسود وما بدنا نرجع نستعملها، مجرد انه نحنا بالليمون بنمسح الافوكادو شوي ومنغطيها ومنخليها بالثلاجة ما بتسود وبنقدر نرجع نستعملها مرة ثانية. هاي واحدة من فوائد الافوكادو ومن طرق استخدامها، جربوا دخلوها بأكلكم لحتى تستفيدوا من المواد المفيدة الموجودة فيها.
نشكرك على تقرير رزان. يعني النسبة الأكبر من الأفوكادو هو دهون. بس دهون مفيدة. مفيدة. أيضا غير الدب يمكن برضو بنقدر ندخلها بسلطات. هي طعمها مش كتير قوي فبتوقع بنقدر ندخلها. بالضبط. هلا كتير عم بدخلوها بالسلطات. منقسمها مثلا مربعات ومنرشها على وجه السلطة. كتير مرات عم بدخلوها بالعصائر. يعني خاصة لما بنعمل عصائر الفواكه الطازج. عصير ما دقته ما بعرف. بتكون بس بالطبقة اللي تحت. ولما بتنخلط عم تعطي جزء دهون مفيد للعصير اللي احنا بدنا اياه خاصه للاطفال. طعمه زاكي؟ طعمه كثير زاكي. انا من شخصيا بحبها كثير. فحلو انه زي ما قلنا نبدا ندخل انواع جديده نحن مش متعودين على نكهاتها. يمكن اول شيء ما نتقبلها لكن بعد فتره بتصير اسهل كثير انه نستعملها. احنا نتذكر فوائدها فبنصير يمكن نحب الطعم شوي شوي. رح نرجع نحكي هلا عن باقي يعني خلال العيد وبعد العيد كيف معدتنا شوي شوي بدها ترجع لنظام الفطور الغداء والعشاء. شو اول شيء نعمله؟ هلا اول شيء دانا ضروري نتذكر انه هاي الفتره كمان مش بس نهايه رمضان، عندنا نهايه الاجازه لكثير اشخاص. صح. والعوده للمدرسه للاطفال. صح. يعني كثير في تغيير كبير عم بيجي على الست البيت او الام لحتى تبدا ترجع تحضر ترجع للروتين تبعها. فاول شيء انه نحن دائما قبل ما بدنا نبدا مرحله جديده كثير حلو انه احنا نقيم المرحله اللي اول شيء عملناها. وهذا جزء اذا بتتذكري باول حلقه مع روان قلنا انه واحد من الطرق لتقييم غذائنا بخلال فترة رمضان انه نحن نسجل كل شيء نحن بنتناوله بخلال النهار. واحنا بالحلقة الجاي دانا رح نعمل تقييم لغذائنا في رمضان، فحتى المشاهدين اللي بيحبوا يستفسروا اكثر ممكن يحكونا ويقولوا لنا شو كان اكلهم بخلال رمضان ونبدا نقيم مع بعض الوجبات اللي تناولوها. فهي اول واحدة من الطرق اللي هي عن طريق مذكرة الغذاء اللي بنرجع لها وبنقدر نشوف فعلا كيف احنا تناولنا بخلال فترة رمضان. هلا الشيء الثاني كمان الضروري نقيمه بالفترة الماضية برمضان هي وضعنا الصحي. يعني في كتير أشخاص مثلا عندهم سكري عندهم كوليسترول عندهم ارتفاع ضغط، ضروري يكون في مراجعة للطبيب لحتى يقيموا وضعهم الصحي. يعني بعد رمضان يعملوا فحوصات بعد رمضان بعد الإجازة. بالضبط. كتير حلو لأنه صار في خربشة سمها. وقد ما الشخص التزم بالأكل الصحي مع كثرة العزايم وتنويع الأكل إلا ما يكون صار في شوية خربشة أكتر بالوجبات. فعشان هيك يفضل نقيم وضعنا الصحي قبل ما نبدأ بالمرحلة الجديدة. منقيم نسبة الكوليسترول الدهون الضغط السكري خاصة السكر التراكمي. هاي طبعا الأشياء كلها الطبيب هو اللي بيحددها حسب الشخص. بس حلو حتى الأشخاص اللي ما عندهم أمراض بس حاسين إنه فعلا كان في كتير خربشة ودسم بأكلهم إنه يراجعوا طبيب أول شيء ليقيم وضعهم الصحي بخلال هاي الفترة سواء كانت إجازة أو لأنه كمان إجا معاها رمضان. هلا الشيء الثالث قيمنا اكلنا قيمنا وضعنا الصحي هو نبدا نحط خطه العمل او خطه الرجوع. بالضبط خطه الرجوع. اكزاكتلي. هلا حلو دائما نحن حتى بالتغذيه كثير قليل بنخطط، يعني بنخلي اكلنا للصدف عشوائيه او ايش صار اللي أو قدامنا كذا. وهذا هون بنبدا نغلط لانه هي بالعكس ممكن تكون هلا الرجوع او العوده يعني فريش ستارت، يعني بالزبط. نبدا بدايه جيده. يعني اذا كان عندنا خربشه او عادات صحيه خاطئه المفروض بعد رمضان خلص نبدأ بداية هاي امتى بنلاحظها دانا؟ دائما مع الناس ببداية السنة بتحس انه بداية السنة بيقولوا بدنا نبدأ نظبط، بدي اخسر هالقد وزن، بدي اظبط، بدي اعمل. فهلا مرحلة كمان مهمة مرقت، حلو انه نوقف شوي ونحط خطة ايش بدنا نعمل. يعني اذا زاد وزننا شو بدنا نعمل، اذا اكلنا كتير دهون ايش بدنا نعمل، اذا اكلنا كتير حلويات ايش بدنا نعمل. فهاي اول ثلاث خطوات بدنا نمشي فيها، نقيم غذائنا، نقيم وضعنا الصحي، نحط خطة العمل. أها أوكي. أيضا يمكن بفترة العيد رزان نكون مشتاقين للمشاوي، يعني نعزم على مشاوي بمطعم. المشاوي تعتبر صحية لو بدنا نبدأ فيها بعد العيد؟ صحية ومش صحية. هلا المشاوي بطبعها صحية لأنه طريقة طبخها زي ما قلنا ما عم نستعمل الدهون والمقالي اللي إحنا كمان منخاف منها بالعزايم. بس كمان إذا بتتذكر لما مرة عملنا حلقة عن المشاوي ضروري كتير ننتبه كيف الطريقة اللي بنشوي فيها. ضروري ندخل برضه الخضار، ما ننسى انه حتى لو شوينا لحمه وجاج وكفته نشوي شوي خضار، ندخل صحن سلطه صحن تبوله اكثر مع وجبه المشاوي. وضروري كثير لما نشوي ننتبه للفحم
انه ما يكون مثلا الفحم حرارته كثير كثير عاليه تحرق اللحمه وتصير عم تنزل الدهون اكثر. وهي بتتذكر حكينا انه كل ما عم تنزل العصائر تبعت اللحمه على الفحم وعم تطلع الابخره هاي اللي فيها مواد كيميائيه تعتبر مسرطنه اذا تعرض اللحم لها لفتره اطول. فضروري انه لما نشوي اللحمه اذا بنقدر حتى نحط الفويل اللي نقلل من العصائر نخزق الفويل ما شوي هي. بالضبط ونقلل قد ما بنقدر اللية والدهون العالية كتير لأنها كل ما ولع الفحم وطلعت الأبخرة أكتر معناته دخلت المواد المسرطنة أكتر للفحم. طيب أيضا العشاء برضه مهم بدنا يكون خفيف وبنفس الوقت مفيد بعد أو خلال الأسبوع الأول. كيف ممكن نرجع وجبة العشاء بطريقة صحية؟ الناس كتير بيظلموا العشاء دانا على طول بسمع أول ما هذا إنه خلص خلص رح أوقف عشاء بعد رمضان خربشت كثير بالاكل رح اوقف عشاء عشان انحف. وهون بيبدا الغلط لانه بيبدا اول شيء الجوع اكثر. يعني لما عم يتغدوا بكير مرات ومتعودين نحن برمضان انه نسهر اكثر ونتناول اكل اكثر بنقول ما بدي اتعشى فبتلاقي انه ما بدي اتعشى بس بتبدا النتوشه اكثر. يعني عم بيصيروا عم ياكلوا تشيبس اكثر، الحلويات بتصير اكثر، وهون السعرات الحراريه بتكون اكثر كثير من لو انا اخذت وجبه عشاء مفيده. فلا انا بفضل انه نتعشى بس ضروري ننتبه شو عم نحط بالعشاء تبعنا. ضروري ندخل صحن سلطه دائما، يعني بندعو الخضار. حتى الأشخاص اللي ما بيحبوا سلطة ممكن الخضار نتناولها كخضار، نشوي خضار نطبخها سوتي مثلا على جنب صحن جانبي، ندخل قد ما بنقدر الخضار. عم تعطينا فيتامينات أكتر، عم تعطينا ألياف وما في سعرات وبتشبعنا كتير أكتر. فما تلغوا العشاء بس خلوا اختياركم للعشاء يكون ذكي أكتر. ندخل السلطة، لو أخذنا نشويات خبز مثلا يكون بكمية كتير أقل، وما ناكل الاشياء الدسمه. هاي الاشياء اللي انا بقول نبعد عنها بالعشاء. يعني ما ندخل المقالي كتير، اذا اكلنا وجبه طبيخ بالغدا ما ناكل كمان بالعشاء. هون بتبدا كميه الدهون اكثر تصير وتتراكم بمعدتنا. والعشاء يكون خفيف. بدي اشكرك اكيد ما يكون عشاء كتير ثقيل. ممكن وصلت الفكره بشكل عام، نقسم ونعرف يعني يكون عندنا حاله من الوعي لما بدنا نيجي نترك حالنا مش منقطعين عن الطعام، قدامنا الخيارات والحريه انه ناكل، انه يكون في نوع من الوعي. بدي أشكرك رزان. قبل ما نختم بدي أذكر اليوم في مطبخ رؤيا لكل الأشخاص اللي حابين على الساعة 3 يتابعونا رح نحكي لكم شو الطبخة والمقادير لطبختنا. أول طبخة رح يحضرها الشيف نضال هي كباب الغنم من نبيل مع صلصة الطحينية. نحتاج أكيد لكباب الغنم من نبيل 500 جرام الكمية، كيلو بطاطا مقطعة ومقلية، أيضا رح نحتاج لنصف كوب من الطحينية ونصف كوب عصير ليمون، كوبين من الماء الفاتر، وملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ملح وفلفل. هاي مقادير كباب الغنم. أيضا الشيف نضال رح يحضر لنا فتوتيني الألفريدو مع الدجاج المشوي. نشوف المقادير مع بعض. كوبين معكرونة نوع فتوتيني، كوب فطر مقطع، وكوب من الكريمة الطازجة، ربع كوب من جبنة البارميزان، وأيضا ربع كوب أوراق الريحان. نحتاج أيضا لاثنين صدر دجاج بدون عظم وملح وفلفل. السلطة اليوم هي سلطة البطاطا، شيف نضال رح يحضرها الساعة 3. منشوف شو رح يحتاج مقادير. كوبين من البطاطا المسلوقة والمقطعة، ربع كوب بقدونس مفروم، ملعقة من هريسة ثوم، وربع كوب عصير ليمون، ربع كوب بصل أخضر، ربع كوب بندورة كرزية، وربع كوب زيت زيتون، ربع كوب نعنع مفروم، ملح وفلفل حسب الرغبة. طبق الحلو لليوم أيضا رح يكون صحي، رح نعمل سلطة الفواكه. نشوف أنواع الفواكه وقدي الكمية. نصف كوب من عصير البرتقال، نصف كوب فراولة، تفاحة، برتقالة، حبة كيوي، موزة، إجاصة أو إنجاص، دراءة، ربع كوب عنب أسود، وربع كوب عنب أبيض. إذن هاي فكرة سريعة عن أطباقنا لليوم على الساعة 3 في مطبخ رؤيا. رح ننتقل هلا للمسابقة اليومية. أنا بحكي لك القصة وقصة جديدة عن أبطال الملاعب دائما بتشوفوها على الساعة 6 إلا ربع.